قادم مع المنتخب الوطني، يريد العودة لمن زيماموش. كرة يعني كانت داخلة ثابتة أخرى، ركنية الدائرية الرأسية، الهدف الأول سعيد بالكلام. سعيد بالكلام يضع الشبيبة في المقدمة ومنح التقدم لشبيبة القبائل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. كما قلنا المهاجم أو المدافع الحديث لا يكتفي بدوره الدفاعي وإنما الهجومي، ويحرر الآلاف من الأنصار على المدرجات. سنشاهد الإعادة بعد لحظات، وهو الذي سجل هدفاً الأسبوع الماضي أو في الجولة الماضية. سعيد بالكلام يحرر الأنصار، ولم ينسمموش ربما مجهوداته في هذه المرحلة الأولى دائبة السودا، يعني هكذا ماذا من يتلقى هدف في الدقائق الأخيرة. هاي الإعادة في نفس التمركز اللعب بالقلم اللي ضاعت منه مرة في بداية